صباح الخير لكل المشاهدين. نحن اليوم عم نطلع عليكم غريس ميا وانا ماريان من المجمع دير القلعه كونتري كلوب بيت ميري لصاحبه السيد رجع عبود بلانكو. بنتشكره اكيد لاستضافته لنا هون. اليوم التمارين الرياضيه هي عم نشغل عضلات المعده والخصر. اول تمرين مشاهدينا رح نكون قاعدين بهذا الشكل. اهم شيء مشاهدينا الايدي على طول بيكونوا لقدام، ما حدا يقعد بهذا الشكل، هيك بكون عم بحط تقل وعم باذي المفاصل تبعي. على طول الايدي تحت الكتف، نحن من هون رح نسكر الركبه على بعضها، نبرم ندق ركبه اليمين بالارض، نرجع على النص. اثنين، الارجل بيكونوا قريبين من الارداف. اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعة، عشرة، مرتين بعد، وآخر مرة. منبدل لتاني جهة، مندق الركبة بالأرض مثل ما لاحظتوا مشاهدينا، بس نحن عم نزيح الهب تبعنا أو الحوض. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، مرتين بعد، واخر مرة. من هون مشاهدينا زيت الحركة رح نزيح على جهة اليمين، بس ننجع على جهة الشمال. رح نثبت قدم الشمال بالارض ونطلع لفوق، نمد اجرنا بشكل جالس ومننزل. منوضع الحذاء على بعضه. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، ثلاث مرات. أنا بعرف الضفادع بيطلعوا بالليل مش بالنهار. اثنين، وآخر مرة. منضلنا فوق. من هون مشاهدينا القدم مستقيمة، الإيد لفوق، رح ننزل ندقها بالأرض. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، وآخر مرة. ننزل نرتاح شوي مشاهدينا. رح نقوم بالحركة بالشكل المعاكس. رح نزيح على جهة الشمال من هون، نبرم لتاني ميل. رح نعملها بشكل عكسي كرمال تطلع الحركة أحلى على الكاميرا. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، ثلاث مرات، آخر مرتين، وآخر مرة. منضل فوق. من هون القدم مستقيمة، فينا نوضع الإيد على الخصر أو نخليها فوق. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، مرتين بعد، وآخر مرة. ننزل نرتاح مشاهدينا. هلا من هون رح ننام على الارض بهذا الشكل. رح نعلل القدم، نطلع بنعمل المعدة مثل ما لاحظتوا. من هون مشاهدينا بنرسم زاوية 90 درجة مع المعدة، ومع الارض كمان بنرسم زاوية 90 درجة. من هون رح نزيح لميلة الشمال وننزل على الارض. اثنين، وبننزل. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، راس بينزل على الأرض. ثمانية، تسعة، عشرة، مرتين بعد، وآخر مرة. بنرتاح شوي مشاهدينا، منعلي ومنزيح لجهة اليمين ومننزل. منزيح الأرجل لجهة اليمين. ثلاثة، الأرجل لجهة، أربعة، مية، مية، خمسة،
من هون مشاهدينا 6 7 8 9 10 اخر مرتين واخر مرة ومنرتاح شوي مشاهدينا. هلا رح نطلع نقوم بالحركة للجهتين، اي من هون رح فرجيكم اياها، بطلع بهذا الشكل بزيح على الشمال وبزيح على اليمين وبنزل 2 ومننزل 3 هيك بنكون عم نشغل عضلات الفي كاتس 4 5 6 7 على طول بنكون عم نرسم زاوية 90 درجة بالأرجل على الجهتين 4 مرات بعد 3 2 وآخر مرة. من هون نرتاح شوي مشاهدينا، رح نرجع الحذاء لورا صوب الأرداف، من هون رح ندق بميلة اليمين فقط، منزيح لجهة اليمين 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وآخر مرة نرتاح شوي. نرجع مشاهدينا منزيح لتاني جهة 1 2 3 4 5 6 7 أكيد بلشتوا تحسوا بعضلات الخصر والمعدة، وآخر مرتين وآخر مرة رح نرتاح شوي. من هون مشاهدينا رح نرجع نقوم بهيدي الحركة على الجهتين يمين شمال 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و12. من هون رح نمد اجر الشمال لقدام، رح ندق بميلة اليمين للحذاء، منقرب الشمال لعنا بهذا الشكل ومندق ومنرجع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مرتين بعد وآخر مرة. نرتاح شوي لأنه أكيد بلشنا نحس بالعضلات عم بيشدوا. تاني جهة وبكون آخر حركة لليوم 1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 وآخر مرتين. وهيك نحن صار فينا نرتاح وأنتم مشاهدينا كمان، نحن بنودعكم، بنشوفكم بحلقة جديدة، باي.